اوكي، يسعد مساكم جميعا يا جماعه. بتمنى ان تكون هالبدايه بدايه خير لنا ولي ولكم، طبعا الي والاخلاص كمان رح سند بالشرح ولجميع الحضور هنا. ماده كالكولس 2 بنظري انا يعني شخصيا كاياد احلى مليون مره من كالكولس 1 صراحه. فيها كثير اشياء، خليني احكي ابسط يعني. اوكي، ممكن كماده تكون بعض الاشياء فيها ازنخ شوي، ما بعرف يعني، كل واحد وايش بحب يعني او ايش ميوله، بس بنفس الوقت هي كتير ابسط من كالكولس 1، انا هيك بشوفها يعني. فبعرفش انتو شو سمعتوا عن كالكولس 2، بس بغض النظر شو اللي سمعته، بدنا خلص نبلش بدايه انه ان شاء الله هالماده رح تكون احسن من كالكولس 1. يعني اذا جبتوا كالكولس 1 A فهاي بدنا اياها تكون اكثر من العلامه اللي جبتوها بال A، اذا جبتوا كالكولس 1 B فهي لازم تكون A، اذا جبتوا اي علامه اقل من A فلازم تكون هاي تكون A. تمام، فلهيك خلونا نحط ببالنا هاي الفكره، هدفي اني اوصل للاي بهاي الماده، والاهم اني اوصل للاي وبس، انه اكون جد فاهم. انا نظري دائما انه البني ادم اللي فاهم شغله معينه اكيد بيقدر يجيب العلامه فيها، الا وفقا لظروف، والله ظروف معينه صارت معه بجوز ماشي، بس اذا هو فاهم ويعني والوضع كان معه طبيعي بدون اي ظروف يعني استثنائيه وما الى ذلك، فالمفروض انه بيقدر يجيب علامه عاليه جدا فيها. تمام، هذه هيك بس مقدمه سريعه على مساقنا لليوم. تمام، زي ما بتعرفوا احنا بكالكولس 1 انهينا اربع شباتر، شابتر 1 و 2 و 3 و 4 صح؟ اليوم رح نكمل من نفس الكتاب على نفس الماده من الشابتر اللي بعديه واللي هو شابتر 5. للكل اذا مش متذكرين الكتاب اللي احنا بندرس منه كتاب ستيوارد، تمام؟ اذا بده حدا اياه بحط له اللينك على الجروب. طبعا الطبعه الثانيه من افضل الكتب فعليا اللي احنا بندرس منها وندرس فيها حاليا. فلهيك بنصحكم كثير تدرسوا من الكتاب كثير امور يعني، مش بس ما تعتمدوش بس على سلايدات يعني، حتى لو انها تقريبا كافيه. تمام، فاوكي رح نبلش زي ما حكيت باول شابتر اللي هو شابتر 5 اللي بيحكي عن الانتجرالز. الانتجرالز معناها بالعربي التكاملات. تمام، فموضوع مش جديد عليكم ان شاء الله. طيب الشابتر كله بيحكي عن الانتجرالز، بس بشو بالضبط رح نبلش؟ يعني شو اول شيء رح ناخذه بهالانتجرالز هاي؟ اول سكشن اللي هو 5.1 بيحكي لنا areas and distances. احنا فعليا راح ناخذ بس هذا المفهوم اللي هو مفهوم الارياز، والديستنسز هاي لا مش راح نشرح اي شيء عنها. تمام، طيب نيجي على الارياز بحد ذاتها. هلا هاي شو معنى الاريا هون؟ هلا الاريا بالمفهوم من انجليزي العربي هي المساحه، بس شو علاقتها بالانتجرال؟ شو خاصها بالكالكولس؟ هات لنشوف. اول شيء يا جماعه عشان بس هيك ما نتسببش مشاكل لبعض لقدام، خلونا هيك اسالكم سؤالين سريعين قبل ما اكمل. لو انا في عندي انترفال، حلو؟ هالانترفال فرضا من 2 ل 7. فاول شيء ايش الطول لهي الانترفال؟ اكيد هذا الحكي لازم تكونوا بتعرفوه. 5 بالضبط، كيف حسبتيها تسبيح؟ 7 ناقص 2. برافو، اللي هي نهايه الاند بوينت، يعني طرح الاند بوينتس اللي هي هون الرايت اند بوينت والليفت اند بوينت، يعني فباجي بحكي 7 ناقص 2 بتساوي 5. هذا هو ايش الطول لهذا لهي الانترفال. طيب لو اجينا سالنا عن الميد بوينت، الميد بوينت اللي هي النقطه اللي بتيجي بالنص، شو راح تكون الميد بوينت لهذا لهي الانترفال برضه؟ كيف بنحسبها؟ 5 على 2 7 ناقص 2 على 2 ونص. ايش؟ ثاني مره. ايوه بالضبط، طول الفترة على 2. لا مش طول الفترة على 2، مجموع جمع بدايتها ونهايتها على 2. مضبوط، باجي باخذ 2 زائد 7 على 2. هذا هون بتكون هي عبارة عن الميد بوينت. يعني بشكل عام إذا أنا في عندي انترفال A و B، فاللينكث لهي الانترفال حيكون بيساوي ال B ماينس A، والميد بوينت حتكون هي عبارة عن الـ A زائد الـ B على 2. تمام؟ هذول بس قانونين سريعين لأنهم رح يمروا كتير معنا خلال محاضرة اليوم. طيب نيجي هلا للإشي الأهم من هيك، الإشي اللي بلشنا فيه محاضرتنا واللي هو بيحكي عن الـ areas. كل مفهوم المحاضرة اليوم بتلخصه هذا السطرين، يعني How to find the area of the region S that lies under the curve y تساوي f of x from x equal a لل x equal b. طيب شو معنى هذا الحكي برضه؟ من ناحية رسم، إذا بدنا نيجي مثلا نرسم رسمة صغيرة هيك،
هي هيك مثلا بحكي لي انه انا في عندي كيرف معين، فليكن انه هذا هو الكيرف اللي انا عندي، هذا هو مثلا اف الاكس. اف الاكس هذا الكيرف مرسوم خلال فتره معينه، هاي الفتره مثلا من الاي للبي. ملاحظين معي انه ما بين هذا الكيرف يعني تحت الكيرف هذا وما بين الفتره اللي هي من الاي للبي صار في عندي منطقه، هذه هي المنطقه صح؟ هو هلا هون مسمي لنا اياها اس. كل الفكره اني بدي اوجد مساحه هاي المنطقه لا اكثر ولا اقل. تمام، كيرف مرسوم خلال فتره معينه مثلا من الاي للبي بحصر جواته منطقه، هاي المنطقه احنا سميناها اس، بدي اوجد شو المساحه لهاي الاس. تمام، هذه هي كل الفكره. طيب كيف بدي امشي هلا انا بهذا الشغل؟ يعني ناخذ مثال كثير بسيط. لو اجينا على هذا المثال واجيت حكيت لك ايش هي المساحه لهذا الشكل، في حد عنده اي فكره كيف ممكن يقدر يوجدها؟ بنقسم الشكل لاشياء معلومه، مساحات معلومه، مثل ايش تقدر تقسميها الا؟ مثل مستطيلات او نصف دائره، عندنا بنوجد مساحه الدائره وبنضربها باثنين وبنوجد مساحه شبه المنحرف وبنجمعهم. اوكي ممتاز. ليش اضربها؟ بس مش بنضرب اثنين بالضبط، نقسمها اثنين هي قصدي. نص نص بالضبط، هنقسمها بالضبط يا جماعه. هلا هون الفكره، شوفوا لو جيت قلت لك انا والله مثلا عندي مستطيل، هاي هودا اربعه وهي هودا هاي هون اثنين، وجد لي مساحته، بتحكي لي بكل بساطه هي عباره عن الطول ضرب العرض، هو بيطلع عباره عن 8. صعبنا الموضوع شوي صغيره، بدل ما هو المستطيل هيك حطينا مثلا فوقه كمان نص دائره. بتحكي لي بسيطه، بوجد مساحه النص الدائره لحال، بوجد مساحه المربع لحال وبجمعهم. طيب وبالنسبه لهذا الشكل برضه نفس الشيء بالضبط، باجي بحكي باخذ نص الدائره هاي بوجد مساحتها، باخذ مثلا المثلث الصغير هذا بوجد مساحته، وباخذ شبه المنحرف هذا بوجد مساحته. صار عندي مثلا مساحه اولى ومساحه ثانيه ومساحه ثالثه، وهذا الشكل هو عباره عن مجموع هاي المساحات الثلاثه، وبهيك بكون اوجدتهم. وهذه هي الفكره اللي احنا بدنا نمشي فيها اليوم. طيب هلا اذا هيك شو يعني شو القصه العظيمه؟ يعني ليش انا محتاج انتجرال؟ ليش محتاج كل هالاشياء هاي؟ ما خلص هي الامور سهله، بقسم هالشكل مساحه، بقسم عفوا هالشكل لمجموعه اشكال، بوجد مساحه كل واحد وخلصنا. الفكره يا جماعه انه هاي الاشكال كلياتها نقدر نحكي عنها اشكال منتظمه. شو يعني اشكال منتظمه؟ لكل واحد منهم في له قانون بيقدر يحسب لي المساحه تاعته. تمام، يعني زي الدائره هي عباره عن شكل منتظم، هالدائره هيك لها قانون نصف قطر وما الى ذلك، بنوجد المساحه. طيب لما احنا غيرنا شوي وصار يطلع عند الكيرف وينزل عند الكيرف هالامور هاي، شو صار في عندي؟ شيء بنسميه الاشكال الغير المنتظمه. هاي الاشكال فيش لها قانون معين ولا محدد اتبعه لحتى اقدر اوجد مساحته. يعني مثلا لو انا في عندي شكل غير منتظم، يعني اي كيرف انا بدي اياه هلا، تمام، وهذا الكيرف بحصل لي جواته منطقه معينه، هاي المنطقه والله مثلا كانت زي قبل شوي هي هيك مثلا بهالشكل، هاي المنطقه لو بدي اجي انا هلا اخترع قانون من عندي نسميه اياد رول مثلا، اوجد من خلال هالمساحه لهاي المنطقه، بيجي حدا تاني هلا بس بغير هذا الكيرف بشكل كتير بسيط، بس هيك تغيير بسيط لهذا الكيرف بخلي القانون تاعي كلياته على بعضه غلط، بزبطش، بصير بس قانون بزبط لهي الحاله بزبطش ولا لاي تغيير بسيط تاني. تمام، فلهيك احنا بدنا نروح لطريقه تحاول تخلينا نوجد المساحه لهي الاشكال الغير منتظمه بس ايش بطريقه عامه. تمام، فشو اجينا عملنا؟ اجينا حكينا كالتالي، لو انا في عندي هذا الكيرف، هاي هون رسمنا الكيرف وهي من A لل B وهذه هي الاس، هذه هي كلياتها الاس، هاي هي المنطقه اللي انا عندي. صرنا نفكر كيف بدي اوجد المساحه لهاي المنطقه. اجي نحكي كالتالي، ايش هي الاشكال؟ يعني ايش في مثلا عندي شكل هندسي من هالاشكال الهندسيه الموجوده عندنا بقدر اني استخدمه بحيث اني اقدر هيك كيف اقول لكم، يعني اعمل مش لسه بالضبط، اقرب تقريب قديش المساحه لهاي المنطقه. مستطيلات. المستطيلات بالضبط. شو جينا حكينا؟ هاي المنطقة بدل ما هي مرسومة بهذا الشكل، شو رأينا لو نيجي نعملها كالتالي؟ نقسمها مثلا، لو جيت أخذت أنا هلأ هذا هنا خط وهنا كمان خط وهنا كمان خط، وقسمنا هاي المنطقة لمجموعة من المستطيلات زي ما أنتوا حكيتوا، قسمناها كلياتها هيك بهذا الشكل فرضا، وهلا بدي اوجد مساحتها. الفكره او المبدا تاعنا نفس المبدا تاع قبل شوي، عندي
شكل كامل، شكل كبير خليني أحكي، بدي أقسمه لمجموعة من الأشكال الأصغر منه. بعديها هاي الأشكال الأصغر منه بوجد المساحة لكل واحد فيهم وبجمع المساحات كاملة بعطيني مساحة الشكل كلياته. فبالتالي إذا أنا هاي المنطقة قسمتها لعدة مستطيلات، بدي أحسب المساحة لكل مستطيل صغير وأجمع كل هاي المستطيلات. تمام لعند هون؟ لكن لكل إشي حتى يكون ضابط معنا في شوية شروط. بدل ما أنا بس بدي أقسم هاي المساحة أو هاي المنطقة عفواً لمستطيلات، بدي أقسمها لمستطيلات تكون كلياتها إلها نفس العرض. تمام؟ يعني مثلاً والله أجينا أول مستطيل خلينا العرض تاعه 2، لازم كل المستطيلات الثانية تكون العرض تاعها 2. تمام؟ فهاي فهذا الجزء عفواً، سوري، بنحكي بهيك، هذا الجزء اللي هو العرض وهاد وهاد وهاد، العرض لكل مستطيل لازم يكون هو نفسه متساوي، مش لازم يكون في أي مستطيل العرض تاعه أكبر من المستطيل الثاني. فهي أول نقطة حكينا فيها. طيب شوفي عنا كمان، لو أجينا هلأ اطلعنا شوي صغيرة هيك على واحد من هالمستطيلات، مش أنا هنا في عندي عدد كتير كبير من المستطيلات مثلا أخذناها مع بعض، خلوني نجي ناخذ بس واحد منهم، فليكن مثلا هاد، خلينا ناخذ هذا المستطيل أنا وياكم. هذا المستطيل كيف فعليا رسمته لو بدي أجي هيك أرسمه لحاله، يعني زي نعمل زوم إن لإله، هو عبارة عن هيك، ومثلا هو عبارة عن هيك، وهو عبارة عن هيك. سوري، اوكي تاني مرة. اقولكم مش رح ارسمه هيك، بتغلب هاي. ثواني، اوكي ببساطة هو عبارة عن هيك وهيك، وبعديها اخر جزء هذا اللي فوق فعليا جاي بهذا الشكل. ايش بهالشكل هذا؟ هو بالنهاية عبارة عن كيرف، يعني ممكن يكون طالع هيك او نازل او طالع ونازل بغض النظر. بس انا شو اللي بدي اوصله؟ هل هذا الشكل مستطيل؟ لا مظبوط، انه لازم نكمل يعني بضلع الرياضه. طب علينا قاعد يعني صار لك ساعه عم تحكي بنقسم مستطيلات وبنجمع مستطيلات وكل هاد، طب وين المستطيل في الموضوع؟ ما هو اساسا مش مستطيل. هون بتيجي عندنا فكره جديده. شو هي هاي الفكره؟ الفكره انه انا المستطيل اللي بهالشكل هاد بقدر اكونه باكثر من طريقه. في عندنا ثلاث طرق هم الاعتياديات. اول إشي بعتبر انه هذا المستطيل العرض تاعه هاد زي ما حكينا، العرض هو متساوي لكل المستطيلات، مش راح اطب فيه، والطول تاعه هو الطول هذا مثلا اللي على اليمين، شايفين هذا الضلع اللي على اليمين، ممكن نعتبر انه هذا هو الطول تاع المستطيل. فبالتالي اكون المستطيل هذا على هذا الشكل. كيف يعني؟ يعني باخذ هذا هيك المستطيل وبحمل الشيء اللي فوق، شايفين كيف باخذ هاي النقطه على اساس انه هو الطول تاع المستطيل وخلص هذا اللي فوق بيروح زيك. انه او طريقه ثانيه اني انا باخذ الطول تاع المستطيل هو هذا اللي على اليسار، بعتبر انه هذا هو الطول تاع المستطيل، فبالتالي بصير عندي المستطيل بهذا الشكل زي كأنه، فبزيد في فبصير في عندي زي كأنه مساحة زايدة هون، شايفين هاي المنطقة ما كانت قبل شوي، بس لما أنا أخذت هذا الطول الأطول زادت عندي شوي صغيرة. طريقة ثالثة إني أنا أخذ النقطة اللي بتجي بالمنتصف اللي هي الميد بوينت، فممكن مثلا هلأ أجي أنا أخذ هون هيك، ثواني بالله عشان أضبط هاي، ممكن أجي هلأ أخذ أنا هاي النقطة اللي هون تعتبر إن هاي مثلا النقطة اللي بالنص، وأكون منها المستطيل اللي بدي إياه. هذا المستطيل حيكون بهذا الشكل. بكل الأحوال أنا صار في عندي مستطيل عن جد، يعني أنا صار في عندنا مستطيل مش زي قبل شوي. هلأ بنلاحظ بكل حالة من الحالات في عندي كان إشي مش دقيق، يعني لما أنا أخذت الضلع هذا اللي هو على اليمين طلع المستطيل أصغر من القطعة كاملة اللي أنا عندي، فبالتالي المساحة رح تطلع عندي أقل من المساحة الكلية. مثلا لما أنا أخذت الضلع اللي على اليسار طلع معي المستطيل أكبر أو فيها مساحة زايدة عن المساحة الأصلية. طبعاً أنا المساحة الأصلية يا جماعة قصدي فيها اللي هي هيك اللي بهذا الشكل، شايفين هذا؟ هذا هو الشكل الأصلي. لما أجينا أخذنا الضلع اللي على اليسار وعملنا منه مستطيل طلع منه أكبر شوي صغيرة من مساحة الشكل الأصلي هذا. لما أجينا أخذنا اللي بالنص طلع في عندي إشي شوي أقل وإشي شوي زايد، يعني أول عن آخر فيها زيادة يا نقصان، بقدرش أضمن يعني إنها تكون بالضبط المساحة اللي راحت مع اللي إجت. فبالتالي يا جماعة هذا الفكرة إنه شو اللي بنحكي، إني أنا ما بوجدش
مساحة المستطيل هذا بالضبط. أنا بوجد مساحة تقريبية لحد الآن، بقسمه لمجموعة مستطيلات زي ما هون عملنا، باخد إما الضلع اللي على اليمين على أساس أنه هو الطول لهذا المستطيل، أو الضلع اللي على اليسار، أو النقطة اللي بالنص. واحد من هذول ثلاث خيارات اللي رح نمشي فيهم. بس طبعا بطبق هذا الحكي على كل المستطيلات. يعني ما مثلا ما بزبط تيجي تحكي لي هذا المستطيل الأول بدي أخذ الضلع اللي على اليسار، بعدها المستطيل الثاني بدي أخذ الضلع اللي على اليمين. لا خلاص، لكل المستطيلات مثلا بأخذ الضلع اللي على اليسار إن هو الطول، أو لكل المستطيلات بأخذ إن النقطة اللي بالنص هي عبارة عن الطول، وهكذا. هيك بتكون عندي المستطيلات. بعد ما أكون عندي المستطيلات بتصير الأمور سهلة. الارتفاع والعرض، عفوا الطول والعرض معروفات، أو مثلا القاعدة، طول القاعدة مع الارتفاع معروفين، بضرب لكل واحد وبوجد المساحة لهاي المنطقة. أكيد كل إشي لما يكون بإشي هيك زي شكل عام بدون مثال يعني بيكون لسه مش كتير واضح. فإذا لسه الأمور عندكم مش كتير واضحة أصبروا شوي زيادة بس. أوكي يا جماعة، إذا كل اللي حكيته بتلخص بالتالي، إنه إحنا بنحاول نقدر المساحة اللي إحنا عنا، تمام؟ إحنا بنحاول نقدر استيميت، إحنا بنعمل استيميشن أو أبروكسيميشن للأريا. أنا مش عم بوجد لحد الآن الأريا أو المساحة اللي أنا عندي بشكل 100% صح. طيب كيف هلأ أنا عم بقدر هذا الحكي؟ بإني قسمتها لعدد معين من المستطيلات، سميناها إحنا مثلا N with equal width، كلياتها إلها نفس العرض. بعديها بس بكل بساطة بحسب المساحة لكل مستطيل، بجمع المساحات جميعها تطلع عندي المساحة الكلية، تمام؟ طيب إيش زي ما حكينا قبل شوي، إيش هي المساحة فعليا للمستطيل؟ المساحة إما تقدر تحكي الطول ضرب العرض، أو لغة تانية هي عبارة عن البيس أو اللينكث تاع البيس، يعني طول القاعدة أو القاعدة في الارتفاع. طيب نرجع بس شوي صغيرة لورا، نيجي هون يا جماعة تاني مرة. شو حكينا احنا قبل شوي؟ انه هدول المستطيلات كلياتهم إلهم ايش؟ إلهم نفس العرض. كتسمية، تمام، كتسمية بدي مثلا اسمي الـ A هاي هي عبارة عن X0، وهذا هون مثلا X1 X2 X3 and so on، وهاي الـ B مثلا عبارة عن XN، واللي قبليها رح يكون مثلا XN-1 XN-2، بس نسميهم تسمية يا جماعة، تمام؟ فأنا هلأ صار في هون عندي ايش؟ إيش بنسميه sub intervals. شو هي sub interval؟ هي عبارة عن مجموعة جزئية من الانترفال اللي أنا عندي. يعني مثلا إذا أنا الانترفال اللي عندي من 2 ل 7 زي قبل شوي، فsub interval من هاي من 3 ل 4 كمثال، من 2 ل 3، هدول كلياتهم sub interval، يعني مجموعة بتكون already موجودة في المجموعة اللي فوق، أو فترة جزئية من الفترة اللي فوق، يعني الفترة الأساسية. فأنا هلأ هون عندي الفترة الأساسية هي من الـ A للـ B. هلأ صرت أنا أخذ منها فترات جزئية. إيش هاي الفترات الجزئية؟ مثلاً X1 X2 X2 X3 X3 X4 and so on. إحنا بنلاحظ يا جماعة إنه هذا المستطيل بالنهاية، شايفين هذا المستطيل المرسوم مثلاً هاد، بالنهاية هو مرسوم إيش؟ ضمن انترفال معينة. هذا المستطيل مثلا هاي X3 وهي X4، إذن هذا المستطيل هو مرسوم ما بين الفترة من X3 ل X4. شو اللي أنا بدي أوصله هون؟ اللي بدي أوصله إنه كل مستطيل مرسوم خلال فترة جزئية، مثلا من X3 ل X4، من X4 ل X5، الطول لهاي الفترة هو نفسه عبارة عن الأرض. شايفين هي من X3 ل X4، شو بدكم تعملوا أنتوا لو بدكم تجدوا طول الانترفال زي ما حكينا من شوي؟ بكل بساطة رح تحكي لي X4 ناقص X3، مظبوط، او x5 ناقص x4، او x6 ناقص x5، عم بوجد طول الانترفال، وهذا هو نفسه عباره عن العرض. احنا بناخذ دلتا x، بالضبط. هذا كله يا طب اقدر اختصره بشيء واحد بنسميه اللي هو عباره عن الدلتا x، كون انا هنا في عندي كله x1 x2 x2 x3، عشان هيك اجى التسميه دلتا x. فاذا دلتا x هون هي عباره عن ايش؟ هي عباره عن العرض لهذا المستطيل. طيب العرض وخلصنا منه، او اللي هي القاعده اللي هي البيس. هلا ايش هو الطول او ايش هو الهايت، ايش هو الارتفاع لهذا المستطيل؟ اف الاكس. ايوه اف الاكس. شوفوا يا جماعه بتلاحظوا مثلا معي هون، خليني بس ارتب لكم اياها شوي بزياده هاي على فكره، او هيك صعب الموضوع. خلينا ناخذ هلا هذا المستطيل مثلا، هذا وهذا المستطيل. هذا المستطيل يا جماعه هلا هون زي ما حكيت من شوي، بقدر اخذ اما ضلع على اليسار انه هو الطول، او الضلع اللي على اليمين انه هو الطول. طيب ماشي، شو الفكرة إذن؟ هاتوا مثلا نشوف لو إجيت أخذت الضلع اللي على اليسار، هذا الضلع على أساس أنه هو عبارة عن إيش الطول،
إذا بالتالي هاي النقطة هي هون الطول هذا كلياته، نبلش من عند زيرو وطالع لعند إشي معين. هلأ هاي جماعة نقطة، هل أنا بعرف قديش بتساوي؟ فعليا بعرف، بس مش هيك على طول، يعني خليني أحكي مش بشكل صريح، مثلا مش أنا معطيك أن الطول هذا له 10 أو 11 أو 12، لا. هاي جماعة بتلاحظوا أنتوا أن هاي النقطة وين واقعة؟ واقعة على الكيرف تاع FX، يعني واقعة على المنحنى لهذا الفانكشن. إذا أنا كيف بدي أوجد قديش طول هذا المستطيل؟ بكل بساطة بعوض هذا الفانكشن، أيوه بالضبط. إذا مثلا هاي هي عبارة عن X ال M minus 1، إذا هاي النقطة هي عبارة عن F ل X ال M minus 1. يعني بلغة تانية، إذا هال X ال M minus 1 بتساوي 3 و F ال X اللي أنا عندي بيساوي X تربيع، إذا بستنتج إنه هاي النقطة بتكون بتساوي 9. وصلت؟ بهالشكل هذا. أوكي، فهلأ هذا بحال إيش إن أنا أخذت الضلع اللي على يسار، يعني اللي هي left end point، يعني هذا لما أخذ أنا بداية الفترة، left end point اللي هي بداية الفترة. إذا أخذت right end point اللي هي هون بتكون الضلع الثاني اللي على يمين، فبالتالي مثلاً إذا هاي بدل ما كانت 3 صارت 4، فبتصير مثلاً هاي عبارة عن 16 كمثال. إذا أنا مثلاً أخذ اللي بالنص مثلاً طلعت 3.5 تربيع، احسبوها تطلع إيش معين and so on بهالأمور هاي. اوكي، فاذا هلا يا جماعه عم نستنتج من هذا الحكي انه لحتى اقدر اوجد مساحه كل مستطيل من المستطيلات لازم يكون عندي معلومتين. الاولى هي عباره عن الدلتا اكس، واللي هي عباره عن الويدث، وهي السهله بكل بساطه بنقدر نوجدها. الشغله الثانيه اللي هي عباره عن اف اوف اكس اي، ايش هو الطول لهذا المستطيل. الطول لهذا المستطيل هو كالتالي، اما باخذ اكس اي هاي الليفت اند بوينت يعني الضلع اللي على اليسار، أو الرايت إند بوينت اللي هو ضلع اللي على اليمين أو اللي هي نهاية الفترة، أو بأخذ الميد بوينت. طيب هل هذا الحكي على خاطري؟ بشكل عام إذا السؤال محدد الكاش تشتغل على راحتك، بس بالعادة السؤال لازم يحدد، يعني السؤال بحدد لك إنه استخدم الليفت إند بوينت أو الرايت إند بوينت أو الميد بوينت لحتى إنك تقدر تقدر أو تعمل استيميشن أو أبروكسيميشن لهاي المساحة الموجودة عندك. أوكي يا جماعة حكينا كثير، خلونا نروح نطبق إيش عملي. يلا طبعا بالنهايه القانون يا جماعه اهم شيء احنا نسينا نحكي، احنا خلصنا حساب مساحه كل مستطيل لحال، شفنا كيف كل مستطيل عندي بيس، عندي قاعده وعندي هايت. هذا البيس حكينا عنه هو عباره عن دلتا اكس، والهايت هو عباره عن اف الاكس اي، فهيو اف الاكس اي ضرب دلتا اكس هذا هو عباره عن الاريا اوف ذا اي ريكتانجل تمام. هاي هون يا جماعة في الـ XI دلتا X هي بكل بساطة عبارة عن إيش؟ عبارة عن مساحة المستطيل مثلا الأول، مساحة المستطيل الثاني، الثالث، الرابع. أنا شو بدي؟ بدي مساحة كل واحد لحاله ولا مجموعهم؟ بدنا المجموع بكل تأكيد. فإذا أنا في عندي عدد N من المستطيلات، مساحة كل واحد هي عبارة عن F الـ XI في دلتا X، إذا الـ Area كلياتها هي تقريبا بتكون الـ Summation لهذا الحكي اللي هو الـ Summation لـ FXI دلتا X. طيب الدلتا اكس كيف نوجدها؟ هي عباره عن البي ماينس اي على ان، يعني اذا انا اعطيتك الفتره مثلا من 0 ل 8 وقلت لك اوجد لي مساحه المنطقه المحصوره تحت الكيرف اللي ببلش ما بين الزيرو وال 8 مثلا، نستخدم خلينا نحكي اربع مستطيلات، تمام نستخدم اربع مستطيلات، شوف شو بتحكي لي 8 اللي هي البي 8 ناقص 0 على 4 بالضبط، 8 ناقص 0 اللي هي الاي على عدد المستطيلات اللي هو مثلا n بتساوي 4 بطلع معك بيساوي 2. فاذا انت راح يطلع عندك اربع مستطيلات كل مستطيل العرض تاعه بيساوي 2. وصلت؟ تمام خلونا نروح هلا نطبق يا جماعه. بدنا نعمل استيميشن للاريا اللي موجوده تحت الكيرف y بتساوي x تربيع بلس 1 على الفتره من 0 ل 2، وبدنا نستخدم اللي هي n بدها تساوي 4. هاي الـ N number of rectangles تمام؟ N تساوي 4، يعني معناها إنه بدي إياني أقسمها لأربع مستطيلات. بدي إياني أول مرة أستخدم الـ left end point، ثاني مرة الـ right end point، وثالث مرة الـ mid point بحالها. أوكي يا جماعة؟ فيلا، هاتوا نبلش بأول فرع. هاي هون أول إشي اللي هي عبارة عن الـ left end point. بسم الله.
أول إشي خليني أعمله هو الرسم الإكس تربيع بالضبط. خلونا نرسم أول إشي اللي هو إكس تربيع بلس واحد. هي هيك مثلا. خلينا نضبط بس أكتر شيء بدي أكبرها أنا الرسمة عشان تكون واضحة بس. شت أوكي. ناخذ فرضا انه هذه هي الرسمه تاعتنا. طبعا هو شو حكى لنا؟ الرسمه تاعت اكس تربيع بلس 1 من 0 ل 2. طبعا اكس تربيع بلس 1 من كالكولاسوني بتعرف ترسمها صح؟ هاي اكس تربيع فكره انا مش منتبه برضه هون. سوري لازم نرفعها للاعلى وحده. بالضبط راح ارفعها وحده للاعلى. اكس تربيع زي ما قبل شوي رسمت طبعا هي هون وهون كمان بس لانه هو الفتره موجبه فانا ما اهملت الجزء اللي على اليسار. بس طبعا لازم نرفع كمان واحدة لفوق فمثلا خلينا نحكي انه هذه هي هيك حتقول بهالشكل هذا. اوكي هاي هون هي عبارة عن ايش؟ هاي عبارة عن التنين وهي عبارة عن الزيرو تمام؟ هاي الفترة اللي عندي من زيرو لتنين وهذا عبارة عن واي بده يساوي اكس تربيع بلس واحد تمام؟ هلأ بدنا نيجي نحسب ايش؟ الاريا تقريبا ها بدنا نحسب الاريا التقريبيه لهذا للمساحه الموجوده او للمنطقه الموجوده اللي هي هاي طبعا المنطقه تحت هذا الكيرف خلال من 0 ل 2 وبدنا ناخذ الليفت اند بوينت. الليفت اند بوينت معناها الضلع اللي على اليسار. يلا اول شيء شوف شو بنيجي بنعمل. اذكركم بانه الاريا بتساوي السميشن لاف اوف اكس اي دلتا اكس من اي تساوي واحد لعند وين؟ ان الان بحيث انه الان قديش الان هي عباره عن ايش؟ اربع عدد اربع بالضبط هي عدد المستطيلات عدد المستطيلات المستطيلات 100% ودلتا اكس هاي شو بتساوي؟ البي ماينس الاي على ان سو على ان. اول شيء الدلتا اكس شو بتساوي اذا هيك؟ وفقا للمعلومات اللي انتم عندكم اثنين ناقص صفر على أربعة. 100% اثنين ناقص صفر على أربعة بتساوي نص. لأن نهاية الفترة اللي هي عبارة عن اثنين بدايتها طبعا الفترة هي من زيرو إلى اثنين. بدايتها اللي هي زيرو نهايتها اللي هي اثنين. إذا اثنين ناقص زيرو على إن الإن كان حكينا إنه بدينا نستخدم له بتساوي أربعة. فبالتالي بطلع معي الجواب عبارة عن نص. ممتاز. إذا أنا هلا حيكون عندي أربع مستطيلات بحيث إنه العرض لكل واحد منهم هو بس عبارة عن نص. طيب هات نشوف كيف. تقريبا يعني رح نرسم هذا الحكي. خلي هيك يعني مثلا احكوا الاولى هون والثانيه مثلا هون والثالثه مثلا هون بهالشكل هذا مثلا نحكي. هاي عباره عن نص هاي عباره عن واحد هاي عباره عن ثلاثه على اثنين وهي عباره عن اثنين مزبوط. هاي هيك احنا صار عندنا اربع مستطيلات هاي الاول الثاني الثالث الرابع أربع مستطيلات كل واحد العرض له تنين عفوا النص. أوكي بدي يعني أستخدم left end point. ركزوا كتير يا جماعة معي هلا هون بدنا نستخدم left end point. left end point بالأول شو معناها؟ إن أنا بدي أجي أخذ هاي النقطة. شوفوا كيف هاي النقطة وبدنا نمد عليها هاي هيك فأنا هي هذا أول مستطيل أنا عندي. بعديها هاي أول فترة ركزوا معي الفترة الأولى من زيرو للنص ايش هي الليفت اند بوينت؟ هي الرقم يعني بدايه الفتره الزيرو وسحبت فيها ترى عند النص. الفتره الثانيه من نص للواحد ايش هي الليفت اند بوينت؟ هي فعليا عباره عن النص هي النص وبدي امد من عنده للواحد فهي المستطيل الثاني. الفتره الثالثه من واحد لثلاثه على اثنين شو هي الليفت اند بوينت؟ هلا الواحد وبدي امد لعند ثلاثه على اثنين. بعدها اخر فتره من ثلاثه على اثنين لاثنين الليفت اند بوينت هي عباره عن 3 على 2 ومده معي لعند 2. فبالتالي المستطيلات كلياتها اللي انا عندي هي عباره عن هاي المستطيلات. فهون شايفين ضل في عندي مساحه فاضيه هاي اللي بالاخضر هي المساحه اللي احنا مش رح نشملها ضمنها. فخلوني هلا اسالكم سؤال منطقي قبل ما ابلش احل. بغض النظر قديش هاي المساحه بغض النظر قديش المساحه الحقيقيه لهذا الشكل المساحه اللي رح تطلع معي هلا لما انا استخدم الليفت اند بوينت أكثر أقل ولا بالضبط زي المساحة الأصلية؟ أقل. طبعا أقل لأنه هنا ضل في عندي أجزاء ما شملتها معي بالمساحة تاعتي تمام؟ فبالتالي هلا هدول يا جماعة الأربع مستطيلات
راح تكون مساحتهم أقل، ولكنها بضلها بغض النظر تقريبية أو تقديرية للمساحة كاملة. طيب هلأ هاتوا نمشي على القانون، مش راح أكتب area، شوفوا يا بكتب الاريا بتساوي الصم سوري يا بكتب الاريا تقريبا بتساوي الصميشن لاف الاكس اي دلتا اكس من اي تساوي 1 ضل 4، او الافضل اني اكتب كالتالي ال ام الاربعة. اوكي ال اللي هي من الليفت اند بوينت، يعني هون ال بتدلني ان انا ما اخذ الليفت اند بوينت. 4 اللي هي عدد المستطيلات، فهذا بقول لك انت لما تاخذ الليفت اند بوينت على 4 مستطيلات تطلع معك المساحة بتساوي كذا. هون بحط مساواة، هون بحط تقريبا، لأنه أنا الأريا بحكي عن الأريا بشكل عام للكل، لكل المساحة، لكل المنطقة عفوا اللي أنا عندي. لكن ال 4 معناها عم بحكي إن عم بوجد المساحة باستخدام left end point وأربع مستطيلات وكل هذا الحكي، فبقدر آخذ أحط المساواة بدون ما أكون متردد هون. فإذا ال 4 شو بتساوي هلا؟ summation ل f ال x i دلتا x من i تساوي 1، بس لعند وين؟ لعند ال 4 الأربعة 100% 4. طيب هلا هاي شو بتساوي برضه؟ الصميشن هلا اف ال اكس اي لسه بعرفهاش، دلتا اكس بتساوي يا جماعه نص، هي عباره عن نص من اي تساوي 1 ل 4. كمان شوي رح ناخذ، ايوه بالضبط، كمان شوي رح ناخذ عده خصائص للصميشن، انه اذا انا في عندي كونستنت او ثابت جوا هذا الصميشن فبقدر اطلعه برا. اوكي خلونا نكمل هون، بيساوي نص، يعني هاي هون عبارة عن الأربعة بتساوي نص summation ل f of x i من i تساوي 1 للأربعة. شو يعني يا جماعة summation ل f x i من i تساوي 1 للأربعة؟ يعني بقدر أكتبه بهذا الشكل f في x 1 f x 2 بالضبط، بس بعوض مكان ال i مرة 1 مرة 2 مرة 3 ومرة 4. تمام تمام. فإذا هلا يا جماعه هدول اف اكس 1 اف اكس 2 اف اكس 3 اف اكس 4، ما بس اني انا عوضت مكان الاي مره 1 مره 2 مره 3 مره 4، هذا هو اساسا فكره المجموع. طيب هلا ايش هي اكس 1، ايش هي اكس 2، ايش هي اكس 3، وايش هي اكس 4؟ هذا هو السؤال. اللفت. تمام اللي هي احكي يا هبه اللفت اند بوينت. بالضبط 100%. ما تنسوش انه احنا هلا صار في عندنا عده فترات، أنا في عندي انترفال رئيسية اللي هي من 0 ل 4، وفي عندي 4 سب انترفلز، في عندي 4 فترات جزئية، تمام؟ كل فترة جزئية بدي أخذ منها نقطة، إما الليفت إما الرايت وإما الميد بوينت، مظبوط؟ هدول الثلاثة، يعني هدول الوحدة منهم هدول الثلاثة هي بتمثل لي اكس 1، اكس 2، اكس 3 واكس 4. هلا اكس 1 شو رح ناخذها؟ نرجع الفترة الأولى. الفترة الأولى تاعتنا من وين لوين؟ من 0 ل 0. أنا بدي أخذ الليفت، إذن شو رح أخذ؟ الزيرو. الزيرو. إذن هلا هاي عبارة عن نص، وهون F الزيرو زائد X2، يعني على الفترة الثانية بدك تروح. نص. إيش الفترة الثانية من نص لواحد؟ بدي أخذ الليفت، معناها بأخذ إيش؟ نص. فزائد F النص. زائد X3 معناها الفترة الثالثة. الفترة الثالثة من واحد زائد على 2. والليفت هو عبارة عن الواحد. مظبوط. واخر اشي الفتره بتكون عندي من 3 على 2 ل 2، اذا باخذ 3 على 2. طيب هلا هذه هون صارت يعني مساله كتير بسيطه، بدنا ناخذ اف 0 اف النص اف 1 اف 3 على 2. فبذكركم انه من الاساس كان انا عندي اف الاكس بيساوي اكس تربيع زائد 1، اكس تربيع زائد 1 نعوض. بالضبط. يلا نعوض. قديش اف الزيرة؟ 1 1 اف النص 5 على 4. مضبوط 5 على 4. F الواحد 2 و F الثلاثة على 2 13 على 4. مضبوط. لو نيجي نجمعهم هلأ هدول 4 باعتبار زائد 5 9 9 و 8 17 17 و 13 30 30 على 4 أو 30 على 8 يعني بيطلع معنا بالآخر. لو نيجي نقسم على 2 15 على 4 فبيطلع معنا 2 على 4. تمام 15 على 4 او اللي هو معنا 3.75. فطلعت معنا المساحه يا جماعه باستخدام الليفت اند بوينت هي عباره عن 3.75. لعند هون حد عنده اي سؤال على كل شيء شرحته ولا لا؟
أدعس. أدعس طيب. أوكي. بتأمل أن يكون جد كل إشي واضح. يلا. نيجي هلأ على الفرع الثاني. الفرع الثاني اللي هو كان بيحكي لنا نفس الحكي بالضبط. نفس الفانكشن، نفس الانترفال، نفس عدد المستطيلات، ولكن بدينا أستخدم الرايت إنبوينت. بالضبط. يلا هاتوا نرد نعيد الشغل بس بشكل أسرع شوي هالمرة. أوكي الرسمة. بالعكس. أوكي. هي الرسمة. هي أول إشي. وبدنا نرسم اللي هو X تربيع بلس واحد. نفس X تربيع بتزيد واحد لفوق. فبالتالي مثلا بطلع معنا بهذا الشكل. لا إحنا شوي ده أسأل سؤال. تفضل. هلا في السؤال اللي قبله ما حسبناه 3.75 بس ما ضربناها بالنص صح؟ لازم نضربها عشان نطلع الأربعة. لا ضربناها. لا لا طلع ضربناها هي. ضربناها. حكينا هون. هي 30 بس خسرناها مع 2 صارت 15. بالضبط. هون حكينا قل الأربعة هو عبارة عن سمشن اف اكس دلتا اكس هي النص وخلينا هون بعدها طلعناها برا. هون انت بس بجزء بالآخر عشان عملتها خطوة واحدة انا هون 30 طلع معي اللي هو مجموع البسط كله. بس بضل على 4 حطيت على 8 فهي اوريدي انقسمت على نص تمام. هلا هي هذا هون عباره عن اكس تربيع بلس 1 هذا هو عباره عن واي وهي كمان هون يا جماعه عباره عن 2 وهي عباره عن الزيرو كالعاده والتقسيمه مش راح تختلف ابدا يعني نفس الحكي هون فرضا النص وهون فرضا الواحد سوري بس نظبطها شوي وهون فرضا 3 على 2 أوك هاي النص وهي الواحد وهي الثلاثة على تنين نفس الحكي بالضبط دلتا اكس هي عبارة عن زي عبارة عن تنين ناقص زيرو على أربعة واللي هي تساوي نص والأريا هلا تقريبا برضه بتساوي الصميشن لأف الاكس اي دلتا اكس من اي تساوي واحد لعند الأربعة نفس الحكي يا جماعة بالضبط لحد الآن هلا شو اللي رح يختلف اللي رح يختلف كالتالي ركزوا معي هلا هون هلا هون شو عم نحكي قاعدين انه الاكس اي اللي انا بدي اخذها هي عباره عن ايش هي عباره عن الرايت اند بوينت يعني بدي اخذ الضلع اللي على اليمين لهذا المستطيل هلا بهاي الانترفال من 0 للنص مثلا مين الضلع اللي على اليمين اللي هو عباره عن النص هذا هلا هذا هون من النص بسحب على اليسار يعني اللي عند الزيرو ارجع وبتطلع معي هون مثلا بعديها ايش الرايت اند بوينت للفتره الثانيه 1 للنص بالضبط من عند الواحد وضل صاحب اللي عند النص واحد فبطلع معاي بهذا الشكل هذا المستطيل من واحد لثلاثة على اثنين شو هي الرايت ثلاثة على اثنين وبسحب لعند الواحد فبطلع معاي إن هلا هذا المستطيل آخر إشي اللي هي الاثنين من ثلاثة على اثنين لاثنين عند ثلاثة على اثنين هاي الرايت اللي هي عبارة عن ضلع على اليمين فبالتالي بسحب من عند هون وبروح لعند الثلاثة على اثنين نظبطها أكثر شوي أوكي فبتلاحظوا معي هلا إنه المستطيلات اللي إحنا عنا شو صارت أكبر من المساحة الأصلية فعلياً صح؟ أكبر أخذت مساحة زيادة بالضبط أخذت مساحة زيادة فبالتالي هلأ كل هذا الحكي شو معناه؟ إنه المساحة اللي رح تطلع معي من هذول الأربع مستطيلات أكبر من المساحة الأصلية لهذا المنحنى تمام؟ فأوكي هاتوا لنشوف هلأ شو رح يصير معنا زي قبل شوي شو كتبنا قبل شوي؟ الأربعة هلأ هون الفرق رح أكتب R4 R اللي هي من الرايت إند بوينت R4 أربعة عدد المستطيلات. شو بتساوي؟ summation f x i delta x من i بدها تساوي واحد للأربعة. واللي هي بتساوي الدلتا x هاي عبارة عن نص والنص هذا عبارة عن ثابت راح أطلع على برا summation. فهاي عبارة عن نص. summation f x i نفس قبل شوي هو عبارة عن f x واحد f x اثنين f x ثلاثة و f x أربعة. هلا شو اللي بيفرق معاي اللي هم x1 x2 x3 و x4 يلا يا جماعه الانترفال زي ما هي من 0 لنص من نص لواحد من 1 ل 3 على 2 ومن 3 على 2 ل 2 لكن بكل انترفال هلا شو اللي بدي اخده الرايت ولا الليفت الرايت الرايت هي منهم بدنا ناخذ هلا الرايت طيب الفتره من 0 لنص ايش هي الرايت اند بوينت اللي فيها نص نص فهاي هي عباره عن اوه شت سوري يا جماعة اوكي هيك طيب فإذا هلا هي بتساوي
نص، وهون عندك F النص. النص. F الـ X 2 شو هي الـ right end point بالفترة الثانية؟ اللي هي عبارة عن واحد. الواحد. الواحد. بالفترة الثالثة؟ 3-2. بالفترة الرابعة؟ 2. ممتاز. اوكي، إذن هلا هي بتساوي نص زي ما هو. ونيجي نشوف، يلا واحدة واحدة. قديش F النص هلا؟ طبعا الفانكشن اكس تربيع بلس واحد. 5/4. النص هو عبارة عن بالضبط 5/4. 5/4 زائد F الواحد. 2. 2. بعديها F الثلاثة على 2. 13/4. 13/4. F الاثنين. 5. نيجي هلا نشوف قديش هذا السميشن كلياته. 5 زائد 8 ل 13 و 13 26 على 8 26 و 46 يعني هذا كليات على بعضه 46 على 4 و 2 اللي هي 8 4. اوكي هاتنا نشوف لو نجي نقسم على 2 مثلا شو بطلع معنا هاد 23 على 4 شو يعني 23 على 4 يعني 5.75 لاحظ الفرق 75 لما عملنا الليفت طلع معي 3.75 لما عملنا الرايت طلع معنا 5.75 أكبر يعني باثنين تقريبا هذا الفرق كتير كبير تمام؟ ممكن هلأ أكتر إشي يعطينا بهذا السؤال بالذات أكتر إشي راح يعطينا خليني أحكي تقريب ممتاز يعني أو أدق إشي اللي هو الميد بوينت تمام؟ هو عبارة عن الميد بوينت طبعا مش دايما بهذا السؤال هو اللي راح يعطينا أفضل إشي لكن مش دايما أوكي يا جماعة هلأ هاتنا نشوف الميد بوينت إذا هيك رقم 3 هاي الميد بوينت نيجي لنفس الحكي بدي أرد أرسم هاي الرسمة تاعتنا هون مثلا الفانكشن اللي أنا عندي x تربيع بلس 1 تقريبا إشي بهالشكل من 0 ل 2 فإذن هي الاثنين وهي الزيرو راح نقسمه لأربع مستطيلات لأنه دلتا إكس هو حكي لي أقسمه لأربع مستطيلات دلتا إكس هي عبارة عن 2 ناقص 0 على 4 بتساوي نص فإذن كل مستطيلة رايح يكون إيش ماله رايح يكون العرض تاعه عبارة عن نص نص أوكي واحد. هي هيك وهي واحد مثلا وهي هون مثلا 3 على 2 طبعا هو يا جماعه تقريبا الاشي فهي هلا هون نص هي هون عباره عن واحد هي هون عباره عن 3 على 2 طيب هلا شوفوا يا جماعه شو اللي بدنا نعمله انا شو اللي بدي اياه هلا بدي اخذ الميد بوينت طيب لهي الفتره من 0 ل 2 ايش هي الميد بوينت عفوا من 0 لنص ايش هي الميد بوينت للفتره الاولى ربع 1/4 مظبوط 0 زائد نص على 2 يعني زي كأنك عم تحكي لي 1/4 نفسه اكس واحد زائد اكس 2 على 2 بالضبط الربع بيجي بالضبط بالنص ما بين هاي الفتره صح خلينا ناخذ ان الربع تقريبا هون يعني هاي هي الربع مثلا فناخذ مثلا انه هاي هي النقطه اللي احنا تاعتنا اللي هي الميد بوينت طيب ما بين النص والواحد ايش هي الميد بوينت نص واحد زائد نص على 2 3/4 يعني 3/4 فهي 3/4 ناخذ انه فرضا هي هاي النقطه 3/4 طيب ما بين الواحد والثلاثة على 2 هي عباره عن واحد زائد 3/2 على قديش على 2 اللي هي بتطلع 5/4 مزبوط مزبوط على 4 فرضا هي هاي النقطه اخر شيء ما بين 2 و3 على 2 7/4 وهي 7/4 وفرضا تكون هي هاي النقطه من الميد بوينت بروح باتجاه الرايت وبروح باتجاه الليفت باتجاه الرايت باتجاه الليفت ليفت ورايت ليفت ورايت على هالحال تمام فهذا نشوف ايش بيصير معي معناها بروح بهذا الاتجاه وباجي بهذا الاتجاه بروح بهذا الاتجاه وباجي بهذا الاتجاه بهذا الاتجاه وباجي بهذا الاتجاه بعديها بروح باتجاه الرايت وبرجع باتجاه الليفت بهالطريقه هاي شو بيطلع معي بيطلعوا معي هذول هم المستطيلات ممتاز شو بلاحظ هلا بكل مستطيل مين فيكم بلاحظ لإشي معين هلا هون
إيش الزيادة وإيش ناقص. أيوة بالضبط. كل مستطيل يكون أكثر مسافة تقريبية. مظبوط. هنا كل مستطيل إذا بتلاحظوا نقص منه شوي وزاد عليه شوي، نقص منه شوي وزاد عليه شوي، نقص منه شوي وزاد عليه شوي. شو معنى هذا الحكي؟ إنه في إشي عندي بروح بس في إشي تاني بيجي مكانه، مش زي قبل شوي. يا إما إنه كله بروح يا إما إنه كله بيجي. فهمتوا كيف علي؟ فهلأ هاي رح تطلع بالفعل أكتر واحدة دقيقة وقريبة على الجواب الأصلي، على الجواب الأصلي تاعنا. فهاتوا نشوف. M الأربعة اللي هي من المين بوينتس، أربعة أربعة مستطيلات، شو بتساوي؟ نفس الإشي الصميشن F of X I طلع النص برا من I بدها تساوي واحد للأربعة. الدلتا X هاي عبارة عن نص، والنص هذا بدنا نطلعه لوين؟ لبرا الصميشن. فلا هذا بتصير بتساوي نص. وهنا F X واحد F X اثنين F X ثلاثة و F X أربعة. مش رح نرد نعيدها لأنه أكيد عرفتوها. طيب هل إيش هي X واحد؟ X واحد هي عبارة عن النقطة اللي أنا بدي أخذها نيابة عن الفترة الأولى كلياتها. قبل شوي كانت هي عبارة عن الليفت، بعديها صارت عبارة عن الرايت. هي الميد بوينت واللي هي قديش؟ واحد على أربعة. واحد على أربعة. إذن هاي عبارة عن F الواحد على أربعة زائد. هلأ بدي أخذ النقطة اللي بالنص ما بين النص والواحد واللي هي عبارة عن ثلاثة على أربعة. النقطة اللي ما بين الواحد وثلاثة على كم؟ خمسة على أربعة. خمسة على أربعة. خمسة. بعديها F السبعة على أربعة. بكل بساطة هلأ بدك ترد تعوض كل نقطة بالفنكشن. يعني الفنكشن أنا عندي X تربيع بلس واحد، فهي عبارة عن نص. هنا خمسة على، لا شو خمسة على أربعة؟ ربع تربيع 16. اللي هي واحد على 16 زائد واحد يعني 17 على 16 صح؟ 17 على 16 مظبوط. زائد شو بالله إذا حسبها عندي مظبوط، هي 17 على 16 زائد 25 على 16 زائد 41 على 16 زائد 65 على 16 بطلع بهالشكل هاد. وبالآخر تطلع معي المساحة كلها على بعضها 4.36 تقريبا. شو بنلاحظ؟ طلعت معي 3.75، هاي اللي هي L4. 5.75 هاي عبارة عن R4 و 4.36 هاي عبارة عن M4. هدول هم اللي طلعوا معي قبل شوي. المساحة رح تكون بالفعل أقرب إشي لهذا الرقم، بس برجع بأكد إنه بهذا السؤال. يعني ما تاخدوها قاعدة عامة إنه دائما الميد بوينت هي أفضل تقدير للمساحة، مش شرط. حسب كيف بالضبط، حسب الكيرف. ايش هي الكيرفز اللي يعني على الاقل بالفعل بتكون الميد بوينت هي الافضل لها؟ هي عباره عن الانكريزنج والديكريزنج كيرفز. اذا الفانكشن انا عندي انكريزنج او ديكريزنج، بالفعل بتكون الميد بوينت هي افضل تقدير لهذا الكيرف. والفانكشن احنا عندنا طبعا ايش ماله؟ اكس تربيع بلس 1 انكريزنج ولا ديكريزنج؟ انكريزنج. شو انكريزنج؟ مظبوط. اوكي يا جماعه، لعندهم احنا فعليا خلصنا هذا المثال. مثال جدا كان طويل، بس بتمنى انكم جد فهمتوه بشكل كامل. يعني في حدا يا جماعه اللي عنده هون عنده اي سؤال؟ اي سؤال؟ رياضه غلبك بالميد بوينت اخر نقطه اخر شيء تحت 16 على 17 16 هاي كيف بدناها؟ هاي بدي اعوض الربع في الفانكشن. الفانكشن انا عندي اكس تربيع بلس 1، فاذا انت بدك تعمل الربع تربيع بلس 1 يعني 16 زائد 1 تطلع 17. اوكي، اي سؤال تاني يا جماعه اللي عند هون قبل اجاوب على سؤال هبه اللي على الشات؟ اوكي، لا طبعا يا هبه، كل تاكيد نقدر نوجدها بشكل دقيق. احنا اساسا هذا الحكي هو البدايه، لكن احنا اللي رح نوصله بالنهايه بعد كل هذا الحكي الاشي اللي انتم بتعرفوه مفروض من المدرسه، اللي هو انه التكامل لاشي معين لفانكشن معين على فتره معينه بيساوي المساحة. احنا هذا هو هون يعني الاشي اللي بدنا اياه يعني نوصله بالاخر. فهذا هون لو تيجي تاخذ التكامل لاكس تربيع، سوري، اكس تربيع زائد واحد دي اكس من 0 ل 2 وتوجد الرقم راح يطلع اقرب اشي لهذا الرقم اللي هو 4.36، وبطلع هذا بالضبط 100% المساحة لهذا المنحنى، المساحة لهذا الكير المنطقة اللي تحت المنحنى. اوكي يا جماعة، هون بس يعني عشان تكون كل الأمور عندكم بشكل عام مظبوطة. LLN شو معنى LLN؟ إحنا استخدمناها قبل شوي. L4 LLN معناها أنك أنت عم بتقدر الفاليو للأريا بيستخدم N rectangles والleft endpoint. تمام؟
يعني أنا في عندي كيرف، الكيرف هذا في تحتي منطقة معينة، المنطقة هاي بدي أوجد مساحتها. قال الآن معناها أنك أنت أوجدت تقدير لهاي المساحة، ما أوجدتش المساحة بالضبط 100%، أوجدت تقدير لهاي المساحة، استخدمت عدد N من الريكتانجلز، عدد N من المستطيلات، واستخدمت إيش كمان؟ Left End Point بكل Sub Interval. RLN نفس الحكي بالضبط، أنك أنت بتعمل Estimation لهاي الأريا، تستخدم عدد N من الريكتانجلز، ولكن إيش اللي بفرق؟ أنك بتستخدم Right End Point مش Left. آخر إشي M الآن معناها أنك أنت عم تستخدم Mid End Point وعدد N من الريكتانجلز لحتى تعمل Estimation لهاي الأريا. هذول الثلاثة وشو معانيهم. أوكي، في عندنا كمان two notes. خلونا نحكي عن النوت الثاني بالأول. النوت الثاني شو بتحكي لك؟ إذا f x is an increasing function، فمعناها الأريا حتكون أقل من r ال n وأكبر من l ال n. تمام؟ شوفوا كيف. إذا الفونكشن اللي أنا عندي كان increasing function، ركزوا منيح، فبالتالي الأريا اللي لقله، الأريا الحقيقية اللي رح نصير نوجدها إن شاء الله بواسطة التكامل لقدام، حتكون أقل من لما أنت تستخدم RLN، حتكون أقل من لما أنت تستخدم RLN، وحتكون أكبر من لما أنت تستخدم LLN. تمام؟ LLN. وهذا الحكي بنطبق على المثال اللي أخذناه. هذا المثال X تربيع بلس واحد، هذا الفونكشن is an increasing function، معروف اقتراب متزايد. هاي إلى الأربعة حتكون أقل من المساحة الحقيقية والفعلية لهذا الفونكشن، وحتكون إيش مالها هاي المساحة؟ أقل من لو استخدمت أنا right endpoint اللي هي 5.75. وبتعرفوا أنا عشان بس ما أخليهاش بنفسكم، يعني هاي هون x تربيع بلس واحد دي x من 0 إلى 2، أنتوا أوريدي بتعرفوا يعني، واللي بيعرفوش مش مشكلة يعني، يهتم بس بالجواب. هاي بالنهاية عبارة عن x تكعيب على 3 زائد x، وانت هون بدك من 0 إلى 2، فهي عبارة عن 8 على 3 زائد 2. تمام؟ مش مهم كتير يعني هذا الحكي، هلأ انسوكم منه، ناقص 0. فهلأ هاي عبارة عن 8 زائد 6 على 3، واللي هي تساوي 14 على 3، صح؟ إذا أنا غلطتش بإيش؟ ضرب 3 6 زائد 8، اوكي 14 على 3 قديش يعني؟ هاي بتساوي 4.67 تقريبا، مزبوط. 12 على 3 4 والثلثين يعني 67 تقريبا بهالشكل، مزبوط. اوكي، رح تطلع يا جماعه 4.67. هاي ايش مالها؟ المساحه الحقيقيه، المساحه اللي بالضبط هي 4.666667. تمام، تقريبا يعني لابعد درجه هي عباره عن 4.67. شو بتلاحظوا؟ من الـ 4.67 أقل من الـ 5.75 وأكبر من الـ 3.75. فبالفعل لما يكون أنا عندي increasing function بتطلع معي النتيجة بهالشكل هذا. طيب لو كان الـ function أنا عندي العكس decreasing function، رح تنعكس الأمور، بس بتصير RLN يعني right end point هي الـ lower estimate، وقل الـ N هي عبارة عن الـ over estimate. over estimate معناها أنك أنت التقدير فوق الزيادة يعني فوق اللازم، الأكبر أكثر من الإشي الحقيقي يعني. قل الان او اللور استيميت معناها انه تقديرك اقل من الاشي الصح او اقل من الاشي الطبيعي. تمام، فهذه هي النوت اللي موجوده عندنا. هذول يعني انت بجوز مش شايفين كتير لهم قيمه يعني، بس هذول اكثر شيء ممكن يجوكم بترو فولس يعني، بس مش اكثر من هيك. اوكي، النوت الاخيره قبل ما اخلص انا لليوم، شو بحكي لنا؟ as n approaches الما لا نهايه both ln و rn becomes better approximation of the area. شو معنى هذا الحكي؟ يعني زي السؤال تاع قبل شوي، x تربيع بلس واحد، لو انا اجيت اخذت بدل الاربع مستطيلات 10 مستطيلات، تمام، لو ناخذ بدل الاربع مستطيلات 10 مستطيلات، ساعتها الارقام تاعتي رح تطلع دقيقه اكثر واكثر. طب لو اخذت بدل ال10 20 رح تطلع دقيقه اكثر واكثر، بدل ال20 100 رح تطلع دقيقه اكثر واكثر. طب لو انا اخذت رقم بيقترب من الملانهايه، شو يعني رقم بيقترب من الملانهايه؟ يعني 1000 و2000 و3000 ومثلا 500 الف مستطيل. تمام، هل هذا الشيء ممكن؟ ممكن. بصير دقيقة أكثر وأكثر، فأنا بصير عم بقرب للجواب الحقيقي. طيب هاي يا جماعة النوت، وهذا الحكي اللي حكيته اعتبروا مقدمة كتير بسيطة للإشي اللي رح تكمل لكم يا زميلتي. إخلاص أنا لعند هون رح وقف، بترك المجال معها هلا. تفضل يا إخلاص.